السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسعد الفني من ليبيا وموقفي هو المعارض لمقولة أن روسيا دمرت سوريا. قامت الثورة في سوريا وقامت معها الحرب. وسوريا دولة تربطها بروسيا علاقات اقتصادية وثيقة، بدءا بمعاهدة ميناء طرطوس ومرورا بمبادرات السلاح بالقمح وغيرها من المصالح الاقتصادية. وفي هذه الأثناء لا يمكننا أن نلوم السوريين على ثورتهم وانتفاضتهم وتطلعهم للحرية، ولكن في نفس اللحظة لا يمكننا أن نصور روسيا على أنها الشماعة التي نعلق عليها انتهاكات واختراقات وخروقات وتدمير السوريين جيشا كانوا أم دمارا لبلادهم. حتى سنحت الفرصة حينها بتدخل داعش وقيام دولته السوداء المزعومة. ورغم كل هذا لم تتدخل روسيا إلا بعد طلب الرئاسة السورية في 30 سبتمبر عام 2015، وهي أول من بادر بمحاربة التنظيمات الإرهابية التي هي في الأساس من دمرت سوريا. فكيف يمكننا أن نصور أن روسيا هي من دمرت سوريا؟